السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح ازاي نحط فيديو دعائي على قناتنا، وازاي نعمل ننسق الفيديو الدعائي بتاعنا. أول حاجة بنروح على القناة بتاعتنا، وبعد كده بندوس على قناتي، تمام، وبعد كده بندوس على العلامة دي. هنلاقي هنا كلمة تخصيص تنسيق قناتي معمول اوف. هنخلي كلمة تخصيص تنسيق قناتي دي عليها اون، وبعد كده ندوس حفظ. كده القناة اتنسقت، بس احنا عايزين الفيديو بتاعنا يكون، احنا عايزين فيديو معين مثلا، عايزين نحط فيه على البداية، على يعني زي الفيديو ده يكون قدامنا. فاحنا بندوس على العلامة دي، وبعد كده بنروح على كلمة تمييز محتوى، ونختار الفيديو اللي احنا عايزين نختاره من هنا، وليكن مثلا الفيديو ده. ده هيبقى على طول موجود قدامك، يعني هيبقى هو ده. بص، انترو 15 محترف المعلوميات، قناتنا، بندوس حفظ هنا. خلاص الفيديو ده بقى فيديو دعائي، وهندوس عرض هذا المحتوى ايضا على جميع مقاطع الفيديو التي احملها. لا، هنا هندوس هنا الغاء، يعني انت لو عايزه على طول موجود على القناة بتاعتك بتدوس موافق. يعني اي فيديو يبتدي يبقى محطوط الفيديو ده انت وبراحتك. لو عايز دوس تم، انا مش هدوس تم وبس. هي دي شرح الفيديو الدعائي. ارجو يكون الفيديو يعني في افادة. لو أول مرة تشوف القناة دوس لايك، سبسكرايب. السلام عليكم.